شنو غادي يربح من قياس الصيد عاوده؟ ما غادي يربح حتى شي حاجه، ما غادي يربح حتى شي حاجه. علاش ما غاديش يربح؟ لان ما يمكنش انا نشد واحد لوغ اللي طرات شنو غادي ياخذ الشهره هو ديجا كتب مسرحيات اخرين، شنو زعما غادي يشهر؟ لا، هو وصل للنيفو اللي كيعبر عن طريق الكتابه ديالو. لاحظت واحد القضيه قلت لكم، مثلا فاش كنا تناقشوا بيرسوناج ديال لو كور، قلنا لو كور هو اللي كيجي كيدير لنا واحد لو كومونتير على لي زاكسيون، وكري جو انويل زاد لي واحد الاضافه اخرى. مين بغى يعبر هو على الراي ديالو في القصه شنو كيدير؟ كيهضر على لسان لو كور، يعني بطريقه غير مباشره. راه الا قريتوا القصه ديال انتيغون وكنتوا في ذاك الوقيته فاش كتب هو القصه ديال انتيغون 1905، ولاحظوا حتى لا دات 1945، يعني مباشره باردون 1944، يعني في نهايه الحرب العالميه الثانيه كتب هو هذه القصه. فلو كنتي في ديك الوقيته انت غادي تفهم بكونك قارئ ديال سميتو، بكونك ديك الساعه ما عندك سمارت فون والتلفازه اللي غتلاهيك ولا شي حاجه، فانت كتقرا غير سميتو، يعني القراءه ديال لي بياس تياترال ولا ديال القصص. هكذاك انت عايش الكوتيديان ديالك، هكذاك باش كتفهم الاحداث اللي طاريه، يعني اوتوماتيكمون ممكن تيغ تفهم انك خيوم كيدوز واحد الميساج. لدرجه كما قلت لكم ملي هو كتب القصه عبر بها الرجاء عنده، قال لي انت كنحسوا بك في التراجيدي ديالك اللي عاودتي كتبتي، بحال لي تي في بورتي لو شابو ا كريون. شنو غيفهموا هادي؟ غيفهموا انه مع لا ريزيستانس، يعني ان انتيغون بالنسبه لجو انويل كانت رمزية لا ريزيستانس. هنا تنقول لك ان ما يبقاش فيك الحال الا جاو سولك واحد السؤال قلتي انا ما عرفتوش. واش ما عرفتيش؟ لان انت ما فهمتيش شنو ديغيغ لي بيرسوناج، ولا هنا غتكون معذور انك فهمتي ولكن ما عرفتيش تجاوب. هذا كيوقع، ولكن المشكله انك باش كتدخل اصلا بعقليه غلطه، كتحسب اننا فاش غنهضروا لك على انتيغون غنهضروا بطريقه سطحيه. ففي نظرك بطريقه سطحيه شنو غادي نسولك على انتيغون؟ غنقول لك واش انت مع ضد، مع ولا ضد انها تدفن خوها؟ وانت شنو علاقتك بالموضوع؟ راه الموضوع ماشي انها بغات تدفن خوها ولا ضد، وانت فهمتي من القصه الا تبعتي معنا الشرح فهمتي من القصه ان الموضوع راه ما كانش دف ديال البوليس. ملي تيقول لها كخيو واش انت عارفه ان داك لو كور اللي حنا حاطينو تما ما عارفين واش ديال من؟ واش انت عارفه اننا ملي جينا اول مره تلقاو ايتيوغ البولينيس هو لا بروميير فوا لوغ دو كور لوغ دو كور سون امبراسي امبراسي تيقصدوا بها متعانقين، حيت هما فاش جاو دازوا عليهم هذوك لي شارور اللي كانوا هاربين من الحرب بحال اللي قلتو عفجوهم بجوج خلطوهم بانوا بحال اللي معانقين بحال اللي مخشيين بعضياتهم بوغ لا بروميير فوا. قال لهم عرفنا لو كور ديال البولينيس من ايتيوغ، شدينا لو كور لو موا ابيمي اللي في اقل اضرار. علاش؟ على ود المسار المراسيم ديال الدفن باش يبان اننا دفنا واحد الباطار كان تيدافع على لا فيل دو تيب، وشدينا الاخر خليناه يتعفن. اكثر من هذا اش غايقول لها؟ غنقول لها اون سي ميم با بعدا واش هذاك الكور ديال اتيوك ولا بولينيس، راه يلا ابين قدرنا نتعرفوا على واحد فيهم ولا قدرنا نتعرفوا عليهم. يعني في الاخر بان انتيغون انها ماشي مساله قوه، ولكن داك ماشي الدفن واخا تقاتل عليه راه، ولكن هي كما تنقولوا حنا مساله مبدا. مبدا ديال انتيغون في الحياه بما انها ايغو تراجيك انها خاصها تحارب سميتو، واخا نعطيوها حلول التحارب بحال اللي تنقولوا حنا التحارب ضد لو ديستان ديالها يعني ضد الاقدار اللي هي قوى منها كتمشي تواجهها، وفي الاخر الاقدار كتغلب عليها. فانتيغون مشات باش تواجه الاقدار، واخا قالوا لها الاقدار لا راه انت دابا كدابزي على الخاوي، قالت لهم لا انا القدر ديالي انني نموت فخصني نموت. هكذا كتفكر انتيغون. يعني شنو الهدف ديالنا حنا اللي جينا عندك نناقش معنا ان بيرسوناج كيسواد مغير؟ واش دابا هذه في نظرك غتكون انكيستيون اللي غاديفلوبي عليها ان سوجي؟ شنو غتقول؟ ولكن اسمح لي راه ملي كتقول لي فاهم شنو هو ان ايغو تراجيك، شنو هو البطل ديال التراجيدي، راه ما تهضرش على انتيغون بطريقه ديال اللي ما عارفش. راه اللي عارف ماشي هو اللي ما عارفش، واصعب حاجه انك منين تعرف كتوصل لواحد المرحله ما تقدرش ترجع للور وتولي ما عارفش. فانت عرفتي دابا ان انتيغون ايغو تراجيك، فاش غتعامل معاها غتعامل معاها كايغو تراجيك. كريون عرفتي واحد البيرسوناج كي دوا ابليكي لي لوا، كي دوا ابليكي لا ريغل، ما خصكش تلومو ولا غيعدم ولا غادي يقتل ولا غادي يصيفط للحبس، لان هذيك خدمته وهو تيقولها.
فاش جاو عندي قالوا لي غتولي لو روا دو تيب جو مو سوي ليفي اي جي كومونسي ا ترافاي كوم سي سيتي نيمبورت كيل ترافاي كيفيق مع الثمانية حتى هو تيمشي يخدم و تيرجع لدارو باش ينعس باش ضغط ليه يمشي يخدم انت ملي كتبدا تفهم هادشي راه مابقاش اسمح لي راه مابقاش عندك الحق تقول انا جو سوي افيك انتيغون باسكو سويت انتيغي سون فخيغ الا قلتي انت بحال هكذا انت بالنسبه للاستاذ المصحح انت راك ما فهمتش القصه حيت مابقاش اسمحوا لي نهضر بهاد الطريقه ولكن انا تنحاول نبين شنو كاين باش تفهموا وكنحاول نقول لكم الامور كما هي فاش يجي واحد يقرا القصه ويفهم ان هذوك لي كور كما قلت لكم حنا ما عارفينش واش ديال اثيوبيا ولا ديال بولينيس ويفهم في الاخر ان اونتيغون من بعد ما اقتنعت بالهضره كامله وتا كنطلع على الشومب ديالها وفاش قال لها كريون فا فيفغ لو بونور فا تو ماري ا ايمون وعاد هي بحال لي فاقت